بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا فيكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة لمساق الإعلام المتخصص. تكلمنا في المحاضرة الماضية عن الصحافة والإعلام المتخصص في مجال الاقتصاد، وتكلمنا عن أهميته وأهدافه وأشكاله وأساليبه، وتطرقنا كذلك إلى الصحافة الاقتصادية في فلسطين وهم يقابلها من عوائق وإشكالية. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الصحافة الرياضية. طبعا الرياضة بشكل عام لها جمهور كبير وعريض من الجمهور. أصبحت الرياضة تدخل كل بيوتنا، لأنه فئة كبيرة من الجمهور أصبحت تهتم بالرياضة، وخاصة زي ما بتلاحظوا أنه في مناسبات سواء وطنية على المستوى الوطني أو المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي، كما يحدث مثلا في الأندية الرياضية المحلية وفي كأس أوروبا أو كأس الأمم الأفريقية أو كأس العالم كل 4 سنوات. وبالتالي هذا أصبح لها جمهور، وجمهورها عريض، ولا يكتفي فقط جمهورها فقط بالجمهور الرياضي أو اللي يدي يمارس الرياضة، ولكن كل معظم الفئات الجمهور تهتم بالرياضة حتى لو كانت مجرد مشاهدة. فبتلاحظوا انه نسبة الجمهور هذه يعني فئات الجمهور مختلفة، ممكن تلاقوا الأطفال، الشباب، كبار السن بيتابعوا الرياضة، خصوصا بعض الأندية الدولية والعالمية. فبالتالي أصبح يوجد جمهور أساسي يهتم بالمضمون الرياضي، بالمحتوى الرياضي. لذلك نجد أننا نتكلم اليوم عن الصحافة الرياضية. لو بنعرف الصحافة الرياضية أو الإعلام الرياضي بشكل عام، هو عبارة عن تناول القضايا الرياضية بشكل من التفصيل في وسائل إعلامية متخصصة. زي ما بتلاحظوا أصبح في قنوات رياضية خاصة هدفها الأساسي هو نشر أخبار الرياضة وتفاصيلها ومعلومات كثير عنها. سأتكلم اليوم إن شاء الله بشيء من التفصيل عن الصحافة الرياضية، لكن في البداية نوضح ما هو المقصود بالصحافة الرياضية. زي ما حكينا، هو تسليط الضوء على قضايا رياضية أو مواضيع أو أحداث رياضية بشيء من التفصيل، بتكون هذه موجهة لجمهور معين. تمام، كل هذا الكلام واضح بالنسبة لكم، يعني بالنسبة لكيف اتجه الإعلام للتخصص. في البداية كانت في صفحات رياضية موجودة لا غنى عنها لأي صحيفة أو أي وسيلة إعلامية، سواء كانت صفحات كاملة أو ملاحق رياضية خاصة بالصحف والمجلات أو نشرات إخبارية خاصة بالرياضة بتغطية الأخبار الرياضية والأحداث الرياضية أو الإذاعات وهكذا. ثم اتجهت إلى التخصص إلى إنشاء قنوات متخصصة في مجال الرياضة. زي ما أنتم متابعين طبعا وعارفين إنه في القنوات الرياضية سواء المشفرة أو غير مشفرة، لكن هذه بتهتم تتناول فقط المواضيع الرياضية، والرياضة برضو أصبحت تتناول زي ما حكينا في المواضيع السابقة إنها تميل للتخصص، يعني حتى مش الرياضة بشكل عام، الرياضة تخصص التخصص، نميل إلى التخصص التخصص. فأصبحت في رياضة كرة القدم، رياضة مثلا الألعاب الفردية، الألعاب الجماعية وهكذا. المعنى الاصطلاحي والمعنى هذا كله مر عليكم. هنتكلم الآن عن أهداف الصحافة الاقتصادية. يوجد للصحافة الاقتصادية أهداف تسعى لتحقيقها من خلال نشر المحتوى الإعلامي لجمهور متخصص. أول شيء من أهداف الإعلام الرياضي والصحافة الرياضية الإخبار والإعلام، حيث تقوم بتزويد الجماهير المستهدفة بالأخبار اللازمة لها لتكون حاكما على الموضوعات العامة. كيف يعني؟ يعني أنت بتزود الجمهور بالمعلومات، بنتائج المباريات، بالتفاصيل الخاصة بالأحداث الرياضية للجمهور، والجمهور هو اللي يكون رأي عام تجاه هذه القضايا ويكون حكم على هذه الموضوعات. تمام، هذا بالنسبة أول هدف. الهدف الثاني التعليق على الأخبار الرياضية.
يعني بمعنى يقتصر دور الإعلام فقط على نقل الأحداث، وإنما التعليق والتحليل الأحداث الرياضية، بمعنى إنه فوز فريق على فريق، هذه هي الخبر بشكل أساسي. لكن أنت بدك تتناول شيء من التفصيل، إنك تستضيف شخصيات إلها قدرة على التحليل والتعليق على هذه الأحداث، سبب الفوز، سبب الهزيمة، سبب التعادل، كل هذه التفاصيل يكون إلها من ضمن أهداف التعليق على الأخبار الرياضية. كذلك برضو من أهداف الإعلام الرياضي والصحافة الاقتصادية، الإعلام الرياضي والصحافة الرياضية، أن تعكس آراء الآخرين في الموضوعات والأحداث الرياضية والتعليق عليها من خلال عرض آراء القراء ووجهات نظرهم. بمعنى أنت زي ما حكينا في السابق، ليس الهدف الأساسي فقط هو نقل الأحداث والأخبار الرياضية، وإنما التعليق عليها وتعكس آراء المختلفة للموضوع من كافة جوانبه، يعني نتناول الموضوع أو الحدث الرياضي أو الخبر الرياضي من كافة جوانبه وليس من جانب واحد أو من زاوية واحدة كما هو في الأخبار. برضو من ضمن الأهداف التغطية الكاملة للبطولات والأحداث الرياضية المحلية والعالمية وخاصة التي تشترك فيها مصر، هذا طبعا عشان الكتاب المؤلفين ومصر، بمعنى بشكل عام أن التغطية الكاملة للبطولات التي تحدث سواء على الصعيد المحلي أو المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي، زي ما حكينا في أحداث رياضية، في أندية رياضية، في مباريات رياضية على المستوى المحلي، على مستوى الدولة، في على مستوى الإقليم زي مثلا الأمم الأفريقية، الأمم الآسيوية، الأمم الأوروبية، في على مستوى العالم اللي هي زي كأس العالم اللي بتحصل مثلا، تحدث كل 4 سنوات. وطبعا بتلاحظوا إنه في تغطية كاملة وكبيرة جدا، بنيش لأنها بيعتبروا حدث عالمي تهتم فيه كل دول العالم. برضو كذلك من ضمن الأهداف التعريف بالأبطال والمثاليين في المجالات الرياضية المختلفة، بتركز الضوء على الشخصيات والقيادات والبطول والأبطال الموجودين في، وهم باعتبارهم قدوة، وهذول بأصبحوا قدوة في الإعلام الرياضي. النقطة السادسة توضيح مفهوم السلوك الرياضي والروح الرياضية. لازم يكون من ضمن اهداف الاعلام الرياضي انه يوعي الجمهور باهميه الروح الرياضيه، يعني عارفين انتوا الرياضه بشكل عام يا غالب يا مغلوب، فبالتالي انت بتربي الانسان هذا او الجمهور هذا المستهدف انه يتقبل، تكون عنده روح رياضيه، يتقبل الهزيمه، يتقبل النتيجه مهما كان، لكن ما يكونش مجرد يعني يكون عامل في اثاره السلوك العدواني و و و. فبالتالي من اهداف الاعلام الرياضي انه توضح ايش المطلوب من الجمهور عمله، وكذلك تنمي في الروح الرياضية اللي تتقبل التعادل او الهزيمة او خلافه. زي ما حكينا، العمل على روح نشر الروح الوطنية والبعد عن التعصب والكراهية بين ابناء الوطن حتى ابناء العالم بشكل عام، يعني لانه بظل العالم يعني في كعالم بيجمعهم نقاط كتير واشياء كتير، وبالتالي يبعد عنه التعصب، لكن في الاساس انه يكون ينشر الروح الوطنية الرياضية والبعد عن التعصب لدى الجمهور. كل لعبة يا جماعة شباب، كل لعبة إلها قواعد وقوانين، هذا نعرف الجمهور بقواعدها وقوانينها للألعاب الرياضية، تكون واضحة لدى الجمهور، عشان برضو هذا النوع من أنواع رفع الوعي أو بالنسبة للألعاب الرياضية. توعية وتثقيف الجماهير رياضية، هذا بسعى إليه دائما الإعلام الرياضي، إنه يوعي، يعني بيقتصرش فقط على نقل الأحداث، مثلا بيجيب تفاصيل المباريات السابقة بين هذين الفريقين المتنافسين، مثلا نسب الفوز، نسب الخسارة، الأهداف وهكذا. فبالتالي أنت بتحاول توعي رياضيا، هذه الناحية. الناحية الثانية أنه تحاول دائما، وهذا هدف أساسي، أنك توعي الجمهور بأهمية الرياضة بشكل عام، بممارسة الرياضة، تنشر ثقافة الرياضة لدى الجمهور. مش القصد انك انت الرياضي يعني لازم تكون انت بتمارس رياضة من الرياضيات المعروفة، رياضة كرة القدم او السباحة، لا، ممكن نوعي ثقافة الرياضة بشكل عام، انه ممكن ثقافة رياضة المشي مثلا،
هذا برضو من ضمن اهداف الاعلام، انه يوعي الجمهور انك انت لازم تمارس الرياضة بشكل، حتى بشكل بسيط يعني، بغض النظر انك انت مش لازم تمارس الرياضات العنيفة او الرياضات كرة القدم او نشر ثقافة الرياضة بشكل مفهومها العام، مفهومها الواسع، وليس فقط مفهوم الممارس لها بشكل فعلي. النقطة العاشرة، التوجيه والإرشاد للأفراد والنوادي والهيئات والاتحادات الرياضية والجهات الحكومية والأهلية. إذا كنت توجه الجمهور ترشد الجمهور بأهمية الرياضة، سواء عن طريق النوادي أو عن طريق الاتحادات الرياضية وغيرها. ولكن ولكي تحقق هذه الصحافة الرياضية أغراضها وأهدافها، يجب أن تتميز ببعض الصفات، منها خصائص أو مميزات الإعلام الرياضي. أول شيء، حسن اختيار أفراد القسم الرياضي مما توفر فيهم صفات الصحفي الرياضي الناجح، يعني تكون في عندنا للصحافة للصحافة الرياضية طاقم عمل مميز. الشغل الثاني، الميزة الثانية، أن يكون الناقد أو المحرر أو المخبر أو المحرر الرياضي ذو ماضي رياضي جيد، ويفضل أن يكون من خريجي كلية التربية الرياضية. يكون في عنده معرفة بالرياضة وقوانين الرياضة زي ما حكينا في السابق. فالصحف الرياضي يحس بإحساس الرياضيين بصفة خاصة والجمهور الرياضي بصفة عامة. فأنت عشان تكون عندك إلمام، عندك خلفية، عندك معلومات عن القوانين الألعاب الرياضية الخاصة في هذا المجال. تحرر الصدق وعدم التسرع في كتابة ونشر الأخبار الرياضية، وهذا شيء برضو مطلوب في كل أنواع الإعلام كافة أشكاله، أن يكون في عندك صدق وعدم التسرع. أن يكون الصحفي موضوعيا فيما يكتب، وأن يصب كلامه عن الموضوع نفسه في الغرض الوقاية والعلاج والإصلاح وتحقيق التقدم في مختلف الميادين الرياضية. يعني بمعنى أن يكون أنت موضوعي. صحيح في عندنا ميول لكل، في عنده أي صحفي عنده ميول خاصة، لكن هذه ما تكونش واضحة في كتاباته. فبالتالي مطلوب من الصحفي الرياضي أن يكون موضوعيا في عرض الأخبار والأحداث والتعليقات والتحاليل الرياضية. لازم يكون مقتنع برضه أهمية وخطورة رسالته الصحفية والمهمة اللي بتقوم فيها. يعني أنت دورك برضه أنك أنت زي ما حكينا أن الصحافة الرياضية مهمتها مش فقط بس تغطية أو تناولها زي ما هو موجود حاليا، الأحداث، تسليط الضوء فيه على كرة القدم والفرق الأوروبية و لا، ممكن برضه تكون أنت تنقل القدوة الحسنة للرياضيين للجمهور للمجتمع، وتسلط الضوء على القدوات الحسنة. في كتير مثلا قصص رياضية مثلا ممكن تسلط الضوء عليها، بتكون هذا عبارة عن قدوة للجمهور المتابع لك. فبالتالي انك تكون مؤمن بأهمية الصحافة. مساعدة القارئ، انك تساعد القارئ على فهم ودلالة الأخبار الرياضية وإدراك ما وراء هذه الأخبار، معرفة ما بين السطور، تمام، وما وراء هذه الأخبار. مساعدة الصحيفة على الاقتناع بالأخبار الرياضية، إنك أنت حتى لو كانت الصحف عامة، إنه أصبحت الصحف الرياضية زي ما شيء أساسي موجود ولها جمهور المتابع. النقطة الثامنة، العمل على نشر وعي صحفي رياضي في المجتمع. زي ما حكينا، الوعي الصحفي الرياضي، إنه الرياضة هذه مهتمة، تهتم بنشر ثقافة الرياضة لدى الجمهور ككل، إنك أنت تكون عندك وعي بأهمية الرياضة، سواء حتى بالنسبة للدين الإسلامي، بمعنى حديث، بمعنى إنه
العقل السليم في الجسم السليم، فبالتالي هذه مطالب انك رياضة تحافظ على جسمك بالرياضة وهكذا. التعليق المستفيض للعمل على حماية القارة من بعض الأغراض الخبيثة لبعض وكالات الأنباء. هذه المشكلة، إنه بنلاحظ إنه إشكالية، إنه دائما بنلاحظ إنه الإعلام الرياضي بركز، ممكن يجيب لنا القدوات الأجنبية إنها قدوة يعني، وبرزق إن هذه مثال يحتذى به و و و و لكن برضه إحنا لازم نكون مقتنعين إنه في قيم، في عادات، في دين إسلامي لازم نكون إحنا بنركز عليه ومرتبطين فيه، ونحاول نبرز القدوة الحسنة سواء في مجتمعاتنا أو مجتمعات الغير، أو نركز على الأشياء الإيجابية وليس على الأشياء السلبية كما في باقي المواضيع. طيب بالنسبة لوظائف الصحافة، ما هو وظيفة الصحافة الرياضية؟ تختلف من مجتمع لمجتمع يعني، تمام، زي ما حكينا في مجتمعات نامية بتختلف عن مجتمعات متقدمة، بالتالي بتختلف وظيفتها. على العموم في مجموعة من الوظائف الصحافة الرياضية، أول شيء الإخبار والإعلام اللي تغطي الأحداث الرياضية بشكل دقيق وصحيح وشامل بما يعطيها معناها الحقيقي، وأن تقدم معلومات ومعارف وقوانين رياضية بشكل واضح. ومن المبادئ العامة في الخبر الموضوعية وعدم خلطه بالرأي، بدك توضح زي ما حكينا أن الخبر مقدس والتعليق حر، فبدك تكون هذه برضه متفقين فيها في الرياضة، أنه الخبر تنقل الخبر الحدث كما هو بدون تدخل من الصحفي، والتعليق حر، أنت علق برأيك اللي بدك إياه، ما حدش معترض. النقطة الثانية من الوظائف الثانية الشرح والتفسير والتحليل، لا يقتصر فقط دورها على الإعلام والإخبار، وإنما شرح وتفسير الأحداث الرياضية ودلالاتها، إنك يعني تفهم الجمهور كيف ممكن يكون رأي عام سليم تجاه هذه القضايا. الشغلة اللي بعديها الوظيفة النقد، اللي هي تقييم وتقويم والتعليق وطرح الرأي الآخر، طرح الآراء. وهذا بتعلق انك انت مقدار الحريه الموجوده اللي بتتمتع فيها الصحافه الرياضيه الموجوده في المجتمع، انك تعكس كل الاراء المؤيده والمعارضه في المجتمع. تحقيق التكامل والترابط بين افراد المجتمع الرياضي، حيث تكون ممكن للصحافه الرياضيه ان تكون اداه للتكامل بين أفراد المجتمع الرياضي في انتماءاتهم ورغبتهم في المشاركة في النهوض بالرياضة على المستوى، على جميع المستويات. نقل التراث الرياضي من جيل لآخر، وذلك بتعريف الأجيال المختلفة بالأبطال الرياضيين، زي ما حكينا القدوة، تنقل القدوة، يعني في عندنا مثلا لاعبين على مستوى العالم، على مستوى العالم كان لهم يعتبروا علامات فارقة في تاريخ الرياضة بشكل عام. تمام، فهذه برضه لازم انت توصلهم انه كيف يهتموا بالتراث، بتاريخهم الرياضي. التوثيق والتاريخ باعتبارها وثيقة تاريخية من خلال تسجيل الأحداث والوقائع الرياضية المتلاحقة ومتابعتها، بما يعين ذلك على فهم هذه الأحداث لمحاولة الاستفادة منها في النهوض بالرياضة. زي ما حكينا انه انت مثلا بدك تجيب بشكل بسيط مباراة بين فريقين خصمين، فريقين قويين، فبدك تجيب تاريخ هذه اللقاءات الكروية ما بينهم عشان تتأكد على كلامك وتوثق هذا كلامك. التسلية والترويج والترويح والترفيه، زي ما انت عارفين الهدف الأساسي للرياضة الجمهور هو التسلية وإبطاء وقت الفراغ وهكذا. النقطة اللي بعديها تقديم الخدمات، وذلك من خلال تقديم بعض المعلومات الرياضية والصحية التي تفيد القارئ فائدة مباشرة، مثل تعريف القراء بموعد المباريات، أماكن إقامتها، والإعلان عن المواعيد بتاعتها وهكذا.
التنقيب عن الفساد وكشف الانحرافات. زي ما انتم عارفين انه دور الصحافة بشكل عام في جميع المجالات هو دور الرقيب، انها تراقب الاحداث والمؤسسات والافراد والمسؤولين، وتكون دورها الرقابة ومحاولة الكشف عن الانحرافات التي بتصير قد تسير فيها. اتسعت الصحافة الرياضية للتحري عن بعض القضايا الرياضية وبعض المواقف التي تحدث في المجتمع الرياضي، خاصة جوانب الفساد، وسعيدة على القيام بهذا الدور ما تتمتع به من حرية يوفرها للقانون. طيب، أنا ما أعتقد كده الوظائف واضحة. طيب، هنتكلم برضو عن أنواع الصحافة الرياضية. يمكن تقسيم الصحافة الرياضية لعدة أنواع حسب بعض المعايير. أول شيء بالنسبة لدورية الصدور والتغطية الجغرافية والمضمون وحجم التوزيع والشكل الفني للصحيفة وجهة الصدور. أول شيء من حيث دورية الصدور، زي ما أنتم عارفين في الدورية هذه، هل هي تصدر يومية، أسبوعية، شهرية، نصف شهرية، ربع سنوية وهكذا. بالنسبة للتغطية الجغرافية، ممكن نشوف برضو نقسمها على صحف رياضية محلية تغطي أحداث والأخبار الرياضية في محافظات غزة، مثل محافظات الشمال، محافظات الضفة وهكذا. صحف رياضية قومية على مستوى الوطنية، على مستوى الدولة ككل، تمام. صحف رياضية دولية، وهي الصحف الرياضية اللي بتصدر طبعات خاصة تتوزع خارج الدولة نفسها. من حيث المضمون، المحور الثالث او المعيار الثالث، من حيث المضمون في صحف عامه، وهي الصحف اللي بتجمع بين المضمون العام والمتنوع، وتكون الرياضه احد صفحاتها، حيث تشتمل على صفحات للادب والاقتصاد والسياسه والدين وغيرها. تكون في صفحه رياضيه في صحف عامه، صحف رياضيه عامه متخصصه، وهي صحف جمهورها عام وغير متجانس من حيث خصائص وسمات، ولكنها تركز على الأخبار والقضايا الرياضية في المجتمع وتعالجها بأسلوب يتسم بالبساطة والوضوح ليخاطب جمهور غير متخصص في المجال الرياضي. يعني أنا كمواطن عادي بهتم إنه بعرف بشكل عام الرياضة، الرياضة مثلا كرة القدم، رياضة السباحة، وبشكل عام. فبالتالي هذه صحف رياضية عامة لجمهور عام. النوع الثالث حسب هذا التقسيم، صحف رياضية متخصصة متجهة لجمهور متخصص في المجال الرياضي، تمام؟ يعني تكون متخصصة في المجال الرياضي. طب المحور الرابع أو المعيار الرابع اللي هو من حيث حجم التوزيع. أول شيء الصحف الرياضية الجماهيرية أو الشعبية، وهي هذه بتكون توزع على شكل بالتوزيع الضخم، تكون موجهة لجمهور عريض، وتكون رخيصة الثمن، وتركز على الموضوعات الرياضية التي تهم القارئ العادي، تمام، وتخاطب عواطفه. يعني بمعنى انها هذه بتكون صحف رياضية شعبية موجهة لفئة كبيرة من الجمهور، بتوزع عدد كبير. صحافة النخبة الرياضية، وهي صحف رياضية تتحرى الدقة والموضوعية في تناول الأخبار، لأنك أنت متوجه لإيش؟ لفئة معينة من الجمهور. من حيث الشكل الفني للصحيفة، في عندنا الجريدة الرياضية والمجلة الرياضية. ونشوف ايش الفرق ما بين الصحيفة والمجلة. زي ما أنتم عارفين، تتفق الجريدة الرياضية والمجلة الرياضية في أنهما تصدران دوريا، زي ما انتم عارفين، الى دورية صدور الصحيفة او المجلة، الى انه هناك في شوية اختلافات من حيث الشكل. الشكل طبعا بيختلف الجريدة عن الصحيفة من حيث عدد الصفحات وهكذا. هذه التفاصيل يعني انتم عارفين، بدناش نفوت فيها كتير على اساس انه ايش، بدناش. المهم نعرف انه الفرق ما بين الصحيفة والمجلة، الحجم النصف، الحجم الستاندر والتابلويد والامور هذه،
تمام. في فرق ما بين الصحيفة واللي هذا في عدد، في ايش الشكل او الحجم. النقطة الثانية دورية الصدور، الجرائد الرياضية لا تزيد دورية الصدور عن اسبوع، يعني بمعنى اكثر صحيفة يعني مدة للصحيفة دوريتها بتكون اسبوع، لكن المجلة اقل شيء بيكون اسبوع. تستخدم كلها منها الفنون الصحفية والأشكال الصحفية المختلفة، وكانت الجرائد الرياضية تركز غالبا على ما حدث، على الأحداث نفسها. أما المجلة بتركز على لماذا حدث، اللي هو تحليل وتفسير الحدث وكيف حدث. بمعنى أن المجلة بتميل إلى المزيد من العمق في معالجة الصحفية، لأن مدة دورية الصدور للمجلة بتكون بتساعدها انها تعطي عمق للخبر وللاحداث اللي بدها تتناولها. النقطة السادسة من حيث جهة الصدور، يعني مين اللي بيصدر الصحيفة هذه؟ أول شيء صحف الأندية الرياضية أو مراكز الشباب، هذه الصحيفة بتصدرها الأندية الرياضية نفسها، بتغطي الأحداث الموجودة عندها في النادي أو المركز، وبتكون هي عبارة عن لسان حال المعبر عن المؤسسة هذا أو النادي هذا أو المركز، تطرح أفكاره. صحف الاتحادات الرياضية اللي عند الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اتحاد بتكون هذه صحيفة تابعة للاتحاد، بتحكي بشكل بلسان الاتحاد. هيك بنكون تكلمنا برضه، تكلمنا عن أنواع الصحف بشكل عام وبشكل سريع. إن شاء الله المحاضرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن دور الصحافة الرياضية في تكوين الرأي العام الرياضي. بتمنى إن شاء الله تكون وفقنا في عرض هذه المحاضرة إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة عن دور الصحافة الرياضية في تكوين الرأي العام. يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.